بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح بإذن الله تعالى كتاب رسالة مختصرة جدا تسمى الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بولتين الشيخ سيكا دي منوف سيكا من نهار الله سبحانه وتعالى أهلي من ديفة سودان من ديفة محمد صلى الله عليه وسلم أولي نزل دي وفتين سيكا وزيزي ني درس نا فبنار نزل سكريتو دي يبو زي شنوري دروس مهمة لما يفهم بنارنا إمبورتان نوري زبدي بير يفهم بنارنا عطنا تني في نونا الإسلام زي جنا نرد وبيو. نعم، هذه الرسالة تصلح للمسلم الجديد والمسلم غير الجديد ولغير المسلمين كذلك. نعم. إذا بوكزام جد مسي حافظة اللي في أولني زي مس حسرانا ونريو بمسلم زي فطنا في من الإسلام زنيا سيريو بمسلم زي هوكو زنيا لطنيسة فطنا في من الإسلام دي بزن بوكزام مس تبشوا اللي في أولني تبشوا هذا المفصلين. نعم، في هذه الرسالة سندرس بإذن الله تعالى أول شيء كيف يكون حال المسلم مع كتاب الله مع القرآن. نعم. كأميزان بوكزان جزية دميسي حافظة إزاي منزعبة نعم من البيلسة ني أولا وزيز نتون في الإسلام منلوانا أني زعبة زي تكينامني أو نتندوك القرآن. نعم، وأيضا سنتكلم عن التوحيد وما يضاد التوحيد الشرك. أولا تنزلقتين دي رسالة تشكى ما كاسك ننشنوي التوحيد لن يفهم كان من الله سبحانه وتعالى سن يفهم يتنزاني ديني فنمبارنا من الله سبحانه وتعالى من الشرك. نعم، ونتكلم بإذن الله عن الصلاة صفة الصلاة والطهارة. نعم، هاي رسالة جنبوش كتيرين ما كاسك الصلاة في بابانا أو أن ينتج عن الصلاة زاني سني في فيديو بنا أدوني نبنا الصلاة سندب الطهارة الوضوء الاغتسال زنوري الطهارة وزيزي فيديو بنا من فنون الإسلام دين فنون بنا وضوء سني فنون بنا فيديو بنا اللي بينا وصل الآداب والأخلاق الإسلامية دي رسالة جنبوش كتيرين يريو فنجان نفي تنغاتينا إزاي تكين فنون الإسلام. نعم،